يتطلع القائمون على قطاع الاستثمار في إقليم كردستان العراق إلى جعل العام الحالي عاماً لجذب المزيد من رؤوس الأموال الخارجية والعربية تحديداً، عبر تقديم المزيد من الحوافز المغرية والتنافسية للمستثمرين العرب لتوظيف أموالهم في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية والسياحية. هيئة الاستثمار في الإقليم كشفت أن حجم الاستثمار العربي والخليجي تحديداً سجل العام الماضي ارتفاعاً في مختلف المجالات. الاستثمار العربي في إقليم كردستان في مستوى جيد، إذ تجاوز سقف 5 مليارات دولار في قطاعات الزراعة والسياحة والعقارات والصناعة والصحة. ورغم الظروف الحرجة التي مر بها الإقليم خلال العامين الماضيين، إلا أن حجم استثمار رؤوس الأموال العربية والخليجية تحديداً فاق 1 مليار دولار، ونتطلع إلى جعل العام الحالي عاماً للاستثمار في الإقليم. قطاع السياحة في كردستان الذي يستقطب أكبر قدر من الاستثمارات الخارجية مقبل هذا العام حسب المسؤولين على مشاريع ضخمة مع شركات أردنية وإماراتية من شأنها تحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع. هناك تطور في مجال الاستثمار العربي في مجال السياحة في إقليم كردستان عموما وأربيل خصوصا، وخاصة في مجال المطاعم وكذلك الفنادق. لدينا العديد من المستثمرين العرب متواجدين في الإقليم، وكذلك هناك خطط لتنفيذ عدد من المشاريع من قبل عدد من المستثمرين العرب، وعقدنا الأسبوع الماضي عدد من اللقاءات المباشرة في هذا الخصوص. ملاك المشاريع يعتقدون أن ازدهار قطاع السياحة في الإقليم يتوقف على تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة. السنة هاي مقارنة مع السنوات الماضية نحن متفائلين أنه عم نتجه نحو خلينا نسميها المرحلة اللاحقة الأحسن من اللي سبقت 2014 و15 و16 خلينا نسميها. طبعا معركة الموصل يعني بلشت انه تخلص، الاوضاع الاقليمية بلشت تتبلور انه نحو الحل خلينا نسميها، فهي هي من ضمن الامور اللي انا بشوفها شخصيا انه راح تأثر ايجابيا على الاستثمار بالعراق عموما وبالاقليم خصوصا. بعض خبراء الاقتصاد يرون أنه من السابق لأوانه الحديث عن نمو عاجل في مجال الاستثمار بالإقليم، لكن تحقيقه قد لا يستغرق فترة طويلة. رغم استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالإقليم منذ أكثر من عامين، تتوقع الجهات المعنية بالاستثمار تدفقا ونموا واضحين لرؤوس الأموال العربية المستثمرة في مختلف القطاعات خلال العام الحالي، سيما بعد أن أوشكت الحرب ضد داعش أن تضع أوزارها. هيوا عزيز، سكاي نيوز عربية، أربيل.